أعزائي المشاهدين، بنجدد لكم التحية من برنامجكم عيادة الصحة. عيادة الصحة هو برنامج يضم نخبة من الأطباء المحترفين والمتخصصين. معنا في الفقرة الثانية من حلقتنا النهاردة دكتور هاني عطية، استشاري البطنة والكلى ورئيس قسم الكلى بمستشفى شبرا العام. بنرحب بحضرتك يا دكتور معانا في الفقرة النهاردة. الكلى يعني قعدت فترة كبيرة جدا بتؤرق الكثير من المرضى، لأن ألمها من الآلام المبرحة، وأحيانا كمان ما بنحسش بألمها وبنحس بأعراضها ونتائجها، وأحيانا بتكون في وقت متأخر، وده اللي بيخلي فيه مضاعفات بتعمل لنا مشكلة. نبدأ معاك ونقول إيه هي وظيفة الكلى؟ الكلى بتعتبر طبعا من الأعضاء المهمة أوي في الجسم. يكفي إن عرفنا بتستقبل حوالي 20% من كمية الدم الخارجة من القلب. الوظيفة الكلى أساسية انها بتخلص الجسم من السموم الناتجه عن عمليات تمثيل غذائي، وبتخلص الجسم من كميات الميه الزياده اللي احنا بنشربها، فيعتبر المصفى او المخرج للجسم للتخلص من السموم والميه الزياده. دي وظيفه من عده وظائف. يعني الكلى برضو مسؤوله عن تصنيع هرمون اسمه الاسربوتين، وده مسؤول عن تصنيع كرات الدم الحمراء عن طريق نخاع العظم. عشان كده معظم المرضى او كلهم اللي بيبقى عندهم مشاكل في الكلى مزمنه بيبقى عندهم انيميا. برضو الكلى مسؤولة عن تنشيط فيتامين د، وبالتالي ده مسؤول عن امتصاص الكالسيوم وصحة العظم بصفة عامة. وبالتالي برضو مرضى الكلى اللي عندهم مشكلة مزمنة في الكلى بيعندهم مشكلة في فيتامين د، عشان كده معظمهم بياخدوا فيتامين د نشط. وبالتالي برضو الكلى مسؤولة عن الميتابوليزم بتاع الكالسيوم والغدة الجرثقية، ودي كلها مشاكل بتتعلق بآلام العظم مع مشاكل الكلى المزمنة. طب يا دكتور، يعني المشاهد العادي اللي ما عندوش يعني خلفية بالوظائف اللي حضرتك قلتها، دايما كنا معتقدين ان ما نشرب ميه فيها شوائب او عصاير فيها يعني البذور بتاعتها، يقولنا لا احسن الكلى هتتاثر، لان الكلى هي المصفى، بتنزل الميه دي على الكلى على طول. طيب. فبتتكون الحصوات نتيجه الرواسب والشوائب اللي بتيجي على الكلى، فعايزين نصحح المفهوم، وخاصه لو شربنا ميه فيها شوائب. طيب. وخاصه الناس اللي بتشرب من الحنفيه او من المصادر حتى المياه الجاريه. طيب. اللي ممكن يبقى فيها رواسب او شوائب. تمام. طيب. الشوائب الكبيره او اللي هي المواد الصلبه اللي موجوده في الميه، سواء كانت رواسب رمليه او غيره، ودي ما بتخشش في الدم. يعني الميه او اللي احنا بنشربها بتوصل للكلى عن طريقها، بتمتص من الجهاز الهضمي وتخش في الدم. بعد ما بتبقى تخش في الدم بتبتدي الكلى تشتغل عليها. لكن لو الكلى الميه فيها شوائب جافه او فيها مواد صلبه، دي ما بتمتصش اصلا، ما بتوصلش للكلى، وبالتالي ما فيش تاثير على الكلى منها. يعني حكايه الحصوات، ان الكلى تكون حصوات، دي بتبقى نتيجه حاجات في الميتابوليزم بتاع الجسم، سواء املاح اوكسالات او فوسفات، لكن مالهاش دعوه، مالهاش علاقه مباشره. يعني بعض العصائر زي الجوافه، العصائر اللي فيها يعني ما بتنزلش على إطلاقاً. طول البذور دي على الكلى وهي بترسب، فبنوضح المفهوم اللي لا لان ده لازم الميه تمتص من الجهاز الهضمي وتخش يعني هي بتدخل في المعده، والمعده يعني بعد كده الحاجات زي دي بتخش بتنزل مع البراز، ما بتوصلش خالص للدم ولا بتوصل للكلى اصلا يعني. طيب ناخد اتصال من استاذ عمر من اسوان. السلام عليكم. اهلا بيك استاذ عمر. عليكم السلام. الميكروب الحلزوني. موضوع الحلقه بس معلش. هنجاوب عليه حاضر. طيب حضرتك تابعنا استاذ عمر، متشكرين على متابعتك واتصالك. نجاوب على السؤال. الميكروب الحلزوني ده هو بيسموه شبيلوري، ده بيبقى موجود في المعده، غالبا مصدره من الاكل، وده يعني ساعات بيقعد عند المريض شكوى مزمنه قد تكون شهور او سنين، بيشتكي من حموضه في المعده وحرقان، واحيانا يضطر يبقى عنده ترجيع بعد الاكل وامساك ساعات، وبيفضل يتعالج فترة طويلة على انه سوء هضم وعلى انه حموضة زايدة وعلى انه اعراض دي من مسكنات او من التدخين او من غيره او من الاكل المسبك وكده. وعم بيكتشف بالصدفة، كنا زمان يعني من سنين طويلة كان التشخيص الوحيد للميكروب الحلزوني ان العين عنده شكوى متكررة، نضطر نعمل له منظار وناخد عينة ونحللها ونكتشف وجود الميكروب الحلزوني. حاليا في تحاليل كتير قوي، سواء عن عينة الدم او بالنفس. اول تحليل ادق عشان اشوف الميكروب الحلزوني بيبقى تحليل براز، بس بحدد في الطلب للمعمل ان انا بعمل تحليل عشان اشوف الميكروب الحلزوني، واذا طلع هو السبب وموجود في التحليل براز بيبقى علاج سهل لمده 14 يوم. في كذا بروتوكول لعلاج، سواء في
ثلاث أدوية مع بعض برشامة واحدة، أو باخد ثلاث أدوية منفصلين عن بعض مدة 14 يوم وبتنتهي المشكلة تماما يعني. يا دكتور، أما نسمع حضرتك كده وتقول إن الميكروب الحلزوني سبب الأكل، يعني احنا حاسين كده ان الاكل هو سبب كل المصايب اللي حوالينا، فغالبا يعني فعايزين نحدد هو اي اكل يعني، بس مش هقول مش هناكل في ملوث يعني، اكل ملوث او ما يعني ما بيجيش برضو من مره واحده يعني، تكرار تناول اطعمه فيها بعض الميكروبات اللي منها الميكروب الحلزوني بيوصل للمعده وبيعمل مشكله. يعني ازاي نتجنب الماكولات الملوثه؟ هل هي ممكن تكون ثمار طازجه؟ هل هي الماكولات المطهيه مسبقا؟ هل هي الماكولات المغلفه واللي فيها مواد حافظه؟ لا، مش المواد الحافظه، هي الماكولات المكشوفه بصفه عامه. المكشوفه واللي هي المطهيه مش بدرجه 100%. ما عدا ذلك لا، معظم الغذاء المحفوظه ما فيهاش حاجه بالنسبه للميكروب الحلزوني، ولا العصاير ولا الحاجات دي، هي بتبقى اكل مكشوف او غير مطهي جيدا يعني. طب حضرتك قلت التشخيص، يعني حضرتك برضه نقول للاستاذ عمر عشان من متابعينا، وزي ما احنا بنقول ان احنا عياده كل اسره في كل مكان، اذا كان شاكك في ميكروب حلزوني بيعمل تحليل براز. يشك ازاي بقى؟ اعراضه ايه؟ ما اعراضه قلنا في حموضه في المعده، وكل ما بياكل اكل فيه مسبك او مقلي او شطه بيحس بحرقان جامد واحساس بالقيء. قد تكون دي حموضه عاديه، لكن لو اتكررت كتير وبعنده امساك مدمن، بيشعر بانتفاخ او التهاب والتهاب في المعده، وامساك وسوء هضم، وعلى طول فيه حرقان فم المعده. فاذا كان ده متكرر وما بيتحسنش بالعلاج العادي بتاع ادويه الحموضه وكده، بنلجا بقى لتحليل براز، نشوف الجرثومه موجوده ولا لا، وبالتالي بتشخص وبعلاجه بسيط في 14 يوم بس. يعني سهل علاجه وسهل التخلص منه. طب نطمن الاستاذ عمر ان العلاج ان شاء الله سهل باذن الله تعالى. نرجع تاني بقى للكلام، احنا اتكلمنا على الوظائف تمام، وحلقتنا النهارده عن الامراض وعلاقتها بالصحه. عايزين نشوف بقى مثلا الضغط وعلاقته بالكلى. طيب نتكلم عن الضغط والكلى. يعني الكلى والضغط علاقتهم بيقولوا عليها رايحه وجايه، يعني الكلى تاثر على الضغط علاقه طرديه، والضغط ياثر على الكلى. يعني اذا كان في مريض ضغط مرتفع لاي سبب ما، لو ما اتعالجش صح مع الوقت بعد 10 سنين 5 سنين تبتدي وظائف الكلى تتاثر. نفس الحكايه اذا الكلى فيها مرض مزمن وما اتعالجش مظبوط، بعد فتره الضغط بيبتدي يرتفع. النقطه احنا دلوقتي الضغط، مفهوم الضغط الدم مرتفع اتغير في الكام سنه اللي فاتوا. احنا كنا قبل كده بنقبل ارقام لغايه 140 90، المعتبر ده الابر ليميت بتاع الضغط الطبيعي. كان ده اتغير من 3 سنين او سنتين ونص، بقى الضغط الطبيعي المثالي 130 على 80. ما فوق ذلك يبقى ده يا بوردر لاين، يا اما لازم ياخد علاج بعد كده. ارتفاع الضغط فتره طويله بيأثر على الشرايين بتاعه الجسم، زي ما بيأثر على شرايين القلب وشرايين المخ، بيأثر على شرايين الكلى. وبالتالي ضغط الدم مرتفع مع لو ما تعالجش بعد سنين شويه، 5 6 سنين 10 سنين بتبتدي يأثر على وظائف الكلى. فبالتالي المشكله عندنا في جموع الناس، يعني الناس نسبه كبيره من الناس ما بتعترفش بعلاج الضغط الا ما يصدع. يعني يبقى عارف عنده ضغط عالي والدكتور كتب له علاج، وبعدين ما ياخدش علاج الا وحس بصداع. ولازم نفهمه كذا مره ان الضغط ده مش عشان يعمل اعراض بيبقى رقم مفزع. يعني ما تستناش ما يبقى عندك صداع يبقى ضغطي 170 على 100 وهو بقيه الاسبوع 150 على 100 او 160 90 وانت مش حاسس بصداع، ده مش معناها ان الضغط مش عالي. نستكمل كلامنا عن الضغط وعلاقته بالكلى بعد اتصال ومداخله من الاستاذه صفيه. اهلا وسهلا بيك. منين يا استاذه صفيه بتكلمينا؟ منين؟ من كفر الدوار. اهلا بيك، اهلا بيك، معاك اتفضلي. الحديد عندي 640 في الدم. الحديد عندي. طب علي صوتك شويه يا استاذه صفيه. ايوه اتفضلي. الحديد عندي 640 في الدم. ايوه. وده ساعدني، مش عارفه ناكل منه اي حاجه. لا، في ايه اعراض بتشتكي منها حضرتك؟ يعني انت عملتي ليه تحليل؟ لا، الاعراض اللي بتشتكي الناس اغلاله في العين لما ناكل حاجه فيها حديد، اغلاله في العين، والشخص هيصدر كمان. هل حضرتك بتاخدي فيتامينات فيها حديد باستمرار؟ لا والله ما بناخد حاجه خالص، حتى مبطل، حتى اللحمه الحمراء ممنوع من اي جلية 4 شهور. طب ولا لبن جاموسي ولا حاجه من دي كلها، برضه الحديد عالي عندي. في انيميا عند حضرتك ولا حاجه؟ انا الهيموجلوبين عندي 12. كويس. بص حضرتك، الحديد دي بتتكلم عليه ونسبه الفيريتين. طب حضرتك هتسالها حاجه تانية؟ ولا اتبعنا من خلال؟ طيب لا، بس الحديد بس عندي عالي خالص، بس اكل وترد عليه من التلفزيون. طيب شكرا لمتابعه حضرتك واتصالك، وتابعي الاجابه من خلال الشاشه. هو غالبا المريضه بتسال على الحديد ونسبه الفيريتين.
هي نسبة الفيريتين دي هي مقياس نسبة مخزون الحديد في الدم، لكن الفيريتين باينين بالاسم كده بيرتفع في إصابات كتير، وكانت من أشهرها إصابات الكورونا. فأي التهاب في الجسم بيعلي الفيريتين، فلازم عشان كده بعمل مع تحليل الفيريتين أو عايز أستبعد وجود التهاب بعمل سي آر بي معاه اللي هو دلالة الالتهاب. لو السي آر بي عالي والفيريتين عالي ما أقدرش أجزم إن الحديد هو اللي عالي لسبب مرضي تاني، لكن هقول لو كاش حاج بتشرح حاجه مهمه وهي تحليل الدم لمعظم مصابي كورونا لما بيروحوا يعملوا تحاليل يقولوا لهم اعملوا لنا الخمس تحاليل دول. الخمس تحاليل. ففي ناس كتيره ما بتبقاش عارفه التحاليل دي بتاعت ايه، منها الفيريتين. منهم هم الفيريتين الحديد والسي ار بي، دول اسمهم دلالات التهاب. فبيعلوا في اي التهاب في الجسم، سواء في التهاب بسببه ميكروب او التهاب في الانسجه. فلو الفيريتين عالي لوحده ومالوش يعني مفيش شكوى عند مريض معينه لزياده الحديد، فانا الاول لازم اطمن ده مش التهاب في الجسم، فلازم اعمل السي ار بي الاول واعيد الفيريتين تاني. لو الاثنين عاليين يبقى انا كده بتعامل مع حاله التهاب في الجسم، سواء التهاب بكتيري او التهاب في الانسجه. لكن الفيريتين عشان يعلى لوحده وهي ما عندهاش انيميا والهيموجلوبين بتاعها 12 وشويه، دي ما فيش انيميا ولا حاجه، فيا اما هي بتاخد فيتامينات فيها حديد او يكون في سبب بيخلي كرات الدم الحمراء تتكسر. بس انا قبل ما اخد اجراءات عشان اعمل فحوصات كتير تاني عشان اشوف الفيريتين عالي، لازم اتاكد واعيده تاني وهعمل معاه تحليل سي ار بي. ما هل ده له علاقه بالهرمونات تحتاج تعمل التحليل؟ لا، الفيريتين مش له علاقه، عشان كرات الدم لا، هو يا اما في الفيريتين عالي سبب تناول فيتامينات بجرعات زياده فيها حديد، او يكون في التهاب في الجسم، او يكون في تكسير كرات الدم الحمراء، ملهاش مصدر تاني. تمام، ناخد اتصال من الاستاذ محمد من الفيوم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، عليكم السلام. كل سنه وانتم طيبين. والصحه والسلام. بس علي علي صوتك شويه يا استاذ محمد. اكلم الدكتور؟ اتفضل يا دكتور. ايوه سامعك، اتفضل يا استاذ محمد. كل سنه وانت طيب يا محمد. بالصحه والسلام. انا عندي مشكله في الحمام، يعني انا لما بنزل في الحمام بيكون عادي جدا وبعدين يا دكتور استاذ محمد ممكن تقف في حته فيها شبكه لان الصوت بيروح فمش بنعرف من حضرتك اهو. طيب معلش عيد تاني بس ايه يعني خلي لما بعمل حمام الكل بينزل في عيد بينزل حوالي كام نقطه غير كده بتخليني شويه. معلش الصوت مش واضح. طيب حاول الاتصال مره ثانيه يا استاذ محمد، نشكرك على اتصالك. يعني هو تقريبا حاجه مرتبطه بالالتهابات في البول اثناء هو البول بينقط اعتقد عنده يعني غالبا بيبقى البروستاتا يعني بيعمل اشعه تلفزيونيه تطمن على البروستاتا مش اكتر يعني. يبقى الموضوع ممكن يكون من ضمن الحاجات التهابات في البروستاتا فمحتاجه تعمل تضخم في البروستاتا. فمبدئيا لحد ما يعني منتظرين اتصالك تاني يا استاذ محمد ان شاء الله، ولكن مبدئيا ممكن حضرتك تعمل فحص على البروستاتا باذن الله تعالى. نستكمل الضغط يا دكتور وعلاقته بالكلى. تمام، احنا كنا بنقول ان الضغط المرتفع له تاثير مباشر على الكلى، وان احنا مشكله عندنا ان احنا ما بناخدش علاج الضغط الا عند شعور باعراض. احنا لما اتعملت الدراسه من حوالي 20 سنه طلع 30% من الشعب بتاعنا في مصر هنا ضغطهم مرتفع، ال 30% منهم حوالي 13% مش عارفين. ان هو كل مشكله احنا مشكلتنا ما بنعملش تشيك اب او كل شهرين ثلاثه نقيس الضغط او نعمل فحوصات او حاجه. وبعدين الضغط عشان يعمل اعراض يعني عشان يبتدي اصدع بقول لك ضغط عالي لازم يكون وصل رقم عالي. ايه سبب ارتفاع الضغط ال 30%؟ انا اعرفه بعد اتصال من استاذ عصام من القاهره. اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. ازيك يا استاذي ودكتور؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ولا ايه؟ اتفضل يا استاذ عصام. معلش البرنامج شايف جدا على فكره، انا يعني ما بقالي في القنوات كنت منتظر الماتش فلقيت موضوع الكليه لانه موضوع خطير ومهم ومهم. ربنا يبارك فيك، وده هدف البرنامج. يعني الانسان سليم. طبعا. حضرتك معلش الدكتور هساله استفسار بس وثلاث اسئله كده بخصوص الكليه. عايزين نحافظ على الكليه ازاي؟ بيتناول ادويه مضادات حيويه مثلا بالنسبه مثلا لموضوع كورونا المسكنات الصحيه اللي بنلاقيها احنا بيها ديت. والسؤال الثالث حضرتك معلش بسمع كتير عن الغده القصريه، ايه هي وظيفتها وازاي ان انا احافظ عليها؟ تمام. يعني شكرا جدا للدكتور يعني للاجابه دي اجابه قيمه جدا لناس كثيره. الحفاظ على الكليه، المضادات الحيويه بالنسبه لموضوع كورونا دلوقتي بقى في برنامج علاج في 7 ادويه، فهذه يعني مثلا مؤثره على الكليه. وثالث حاجه حضرتك موضوع يعني مثلا لو حاله الضغط بتزيد عن حاجه معينه ان
انا ازاي مثلا ان انا اعرف ان ده خطر على الكليه؟ يعني ايه الضغط اللي هو المنتظم اللي حافظ على الكليه؟ اسئله حاجه حضرتك طبعا اللي هي بخصوص الغده القطريه دي، ايه فائدتها؟ وعشان برضه ليه معلومات فيها، المعلومات الطبيه صعبه علينا شويه. أسئلتك كلها مهمة وفعلا في محلها، وبنشكرك على اهتمامك وعلى اتصالك، وتابع معنا الإجابة من خلال الشاشة. طيب هنقول الأول مضادات الحيوية ومسكنات. المسكنات بقى وخاصة مسكنات وكورتيزون وأدوية ومضادات حيوية يعني وعلى قطع عامة. يعني أي أدوة هاخده فترة صغيرة، يعني كورونا والكوفيد العلاج بتاعها فترته مش كبيره، اسبوعين. فمهما كانت الادويه اللي باخدها وانا مضطرين ناخدها، يعني فتاثيرها على الكلى بيبقاش ما يخوفش، يعني مضاعفاتها واثارها الجانبيه بالظبط. فترتها قليله سواء كان بياخد كورتيزون مش بالخطوره الا اذا كانت الكلى فيها مشكله بالظبط، في الوظائف بتاعتها فيها مشكله. وده يجرنا برضو لتاثير الكوفيد على الكلى. يعني اتضح في الكام شهر اللي فاتوا ان برضو كورونا بتاثر على وظائف الكلى، خصوصا اذا كان هذا المريض مريض سكر او ضغط مزمن او عنده مشكله سابقه في الكلى. يعني كتير قوي كنا شفناهم الوظائف الكلى بتاعتهم بوردر لاين، يعني كرياتين مثلا 1.8 اللي هي وظائف الكلى 2، مع اصابات الكورونا كتير عالي ووصلوا 3. بعض الناس وصلوا مرحله الغسيل، بس نسبه كبيره منهم بعد الشفاء من الكورونا بترجع وظائف الكلى لطبيعتها. فده علاقه مباشره بين الكورونا مش تاثير الادويه. يعني في بعض الناس فاكرين تاثير الادويه اللي اتاخدت في ازمه كورونا هي اللي اثرت على الكلى، في الاغلب ده ما بيلحقش ياثر على الكلى لان الادويه بتاخد فتره قصيره. احنا ما بنتكلم يعني حتى لو استمرت لشهر يا دكتور برضه كده، احنا يعني بنتكلم على تاثير الادويه على الكلى. ونرجع نقول اذا كانت الكلى اصلا وظايفها جيده متاثره شويه، يعني اذا كانت متاثره هتتاثر اكتر بالادويه بالمرض وبالادويه. لكن ككلى سليمه لو خد ادويه مده شهر مع اصابه الكورونا نادرا. كده دايما مع اي بروتوكول بنقول لازم تحت اشراف طبيب، لان بالزبط. في بعض الحاجات بتتاثر ولازم الطبيب بيدي الجرعه المناسبه اللي تتناسب مع طبيعه الحاله. بالظبط، عشان كده بنحب نتكلم بقى عن تاثير مسكنات بالمره ناخدها. احنا بنتكلم على مسكنات مش اللي بياخد بقى برشامه وخلاص او اسبوع او اسبوعين، لا، في ناس مدمنه مسكنات. انت بتفاجئ بتقابل مرضى باخد كل يوم مسكن بقى 3 سنين. اي شويه صداع والمسكن، لا ده كل يوم يقول لك عشان اعرف اخرج الشغل، او تاني يقول لك عشان اعرف انام من وجع رجلي وجع ايدي. يعني هم دكاتره العظم بيتفضلوا مشكورين بالليسته، الروشتات بتاعتهم كلها مسكنات. فالمسكنات بتريح، يعني المريض يكون عنده مشكله في العظم او اي مشكله بتؤلمه، مسكن بيريحه. هو راح للدكتور وعلاج، الدكتور كتب له علاج اسبوع، هو بقى ايه استعجبه الموضوع، كل ما حاجه توجعه بيريح، ياخد برشامه مسكنه. لا البرشامه دي بتريحه كل يوم، تلاقي كل يوم بقى عمال ياخد مشكله في التعود بقى. هل بتصل لادمان يا دكتور ولا مش ادمان؟ هو مجرد هو ايه مثلا عنده الم في رجله مزمن، فخلاص عشان يريح دماغه كل يوم الصبح ياخد برشامه عشان يروح الشغل، او بالليل ما بينام ظهره بيوجعه مثلا وجع بسيط فياخد برشامه عشان بتبقى ينام. عاده فيتعود بقى مع السنين بقى ده يحصل مشكله في الكلى. لكن المشكله الازمه بقى بتاعت كورونا وعلاج اسبوع او اتنين او شهر، ده ملوش تاثير واقعي على الكلى الا لو المشكله موجوده في الكلى من الاول. يعني هو برضو التوصل كان بيظهر على الغده الكظريه. الغده الكظريه يعني مفيش حاجه نحافظ عليها فيها، لان ما بتتاثرش كتير بالادويه ومسكنات وكده، هي يعني بتتاثر اكتر بالجرعات الكورتيزون العاليه لفترات طويله، لان يعني الغده الكظريه احد وظائفها الاساسيه افراز الكورتيزون. فاذا انا اخذت كورتيزون فترات طويله بجرعات عاليه بتعمل نيجاتيف فيدباك، يعني بتخلي الغده الكظريه ما تفرز الكورتيزون بتاعها، ودي بتحصل في حالات قليله لمعظمهم. عشان كده في علاج كورونا اما بعض الاطباء بيلاقوا ان في حاله تستدعي انها تاخد كورتيزون بتديه على طول، بتديه بس بيقول له اسحبه بالتدريج عشان الغده الكظريه تستعيد نشاطها التدريجي. معظم الكورتيزون اللي بيديه في حالات الكورونا لا يصل اكتر من 15 يوم مع سحب الجرعه بالتدريج. يعني ناخد مصطفى من المنيا. استاذ مصطفى اهلا بيك. اهلا بيك. ازيك يا دكتور عامل ايه؟ بخير الحمد لله بفضل ونعمه. الله يخليك يا دكتور. حضرتك انا عندي اوبسيديتي ده الضغط العالي بياخد من كتر الضغط. ضغط؟ ضغطك عالي؟ اوبسيديتي انا امي يعني. عندها الضغط العالي من كتر 2.5، كلها تحليل من المعالجه عالي. التحليل وظائف الكلى عاليه ولا انا سمعت غلط؟ هو بس الصوت لا. مش واضح في حق، يعني نحاول نتكلم بصوت اعلى وبشويش شويه يا استاذ مصطفى. حضرتك يا فندم للاسف معظم الاتصالات الشبكه فيها مشكله.
طيب يعني حاول اتصال مره تانية يا استاذ مصطفى، في انتظار اتصالك باذن الله. نرجع تاني يا دكتور بقى، ليه احنا اتكلمنا كده عن الضغط تمام، وقلنا علاقته بالكلى، وقلنا ان في ناس ما بتحسش بان عندها ضغط الا لما بيظهر العرض بتاعها فجاه تمام، وقلنا ان في 30% بيجي لهم الضغط، مين السبب في رفع ضغط؟ بص حضرتك، هو يعني من 95 ل 96% من الضغط المرتفع ليس له سبب، لكن لازم يتعالج. يعني لازم نكتشفه بقى عشان نعرفه، وحد بتقول ما بنحسش، طب ايه الاعراض اللي بتخلينا نعرف ان احنا عندنا ضغط؟ مفيش اعراض برضو غير قليله جدا لما الضغط يرتفع، يبقى لازم المتابعه الدوريه. فلازم متابعه، ما فيهاش حاجه اما كل واحد يقيس الضغط كل شهرين ثلاثه، كل سنه مره مش مشكله، خصوصا بعد سن ال 40 يعني معظم حالات الضغط بترتفع بعد ال 40. لهذا لا يمنع ان في حالات قليله اللي هي بقى من 3 4% الشباب اللي ضغطهم بيبقى عالي. هل بيظهر بعد ال 40 عشان بين المتزوجين اكثر مثلا؟ والله احتمال برضه. الاكل الكتير مش عشان حاجه ثانيه. اه مبدا السلامه طبعا. طبعا. الشباب الصغير اللي ضغطها بيعلى ده لازم يتعرف بسرعه. لان 80% من الشباب الصغير هم من سن 20 ل 30 اللي ضغطه بيبقى عالي بيبقى سببه ضيق في شريان الكلى. واذا لازم يتعرف بدري لان علاجه سهل، بيتوسع بقسطره بالاشعه التداخليه بيعملوها، ده بيخلي الضغط ينتظم وبينقذ الكليه اللي فيها الشريان الضيق من التلف مع مرور الزمن. فبالتالي الضغط من الامراض المزمنه وبسموه زمان القاتل الصامت، لانه بيقعد ياثر على الشرايين. حضرتك بتقول ان في علاقه يعني طرديه ما بين الضغط والكلى، فالضغط بيأثر على الكلى، الكلى بتأثر على الضغط اما بيبقى عندها بيبقى في الكلى ديك الشريان. الكلى لما بيحصل ديك الشريان ده حاجه، ده حاجه جزء من تاثير يعني الكلى يعني على الضغط. لو لقينا حد عنده ضغط وبيبقى مرتفع ممكن يكون من اسبابه في قصور في وظيفه، بس ده في الشباب الصغير. في الشباب الصغير اللي هو من سن 20 ل 35. استاذ مصطفى مره ثانيه من المنيا، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، السلام عليكم. الصوت كده احسن، الله ينور. تمام عليكم السلام، معاك الدكتور هاني، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. بعد اذنك حضرتك، والدتي كان عندها ترسيب في الدم، معدل الترسيب في الدم عالي. تمام، سرعه الترسيب عالي. يا فندم، وهي بتاخد برشام 2.5 على فترات بتغيب وتحضر ان هي بتاخد العلاج على فترات، يعني برشام 2.5 اللي هو ايه؟ اسمه ايه؟ كونكور يا دكتور. كونكور 2.5، تمام تمام. ومرات كتير العلاج يعني بتقعد 10 ايام كده وما بتاخدهوش، هل خطر عليها ولا ايه؟ شوفوا، كونكور من الادويه اللي بيستخدم لعلاج الضغط وتنظيم ضربات القلب. بالجرعه اللي انت بتقول عليها 2.5 ده هيفيدنا اكتر في تنظيم ضربات القلب، وما يفضلش ان احنا نبطله، لان هو لو بطلناه فتره ضربات القلب هتزيد شويه، تعمل لها حاجه اسمها زي رفرفه في القلب. فحتى لو ضغطها منتظم بس هي ماشيه على كونكور من زمان، يفضل تمشي عليه بانتظام عشان ما يحصلش لخبطه في ضربات القلب مش اكتر يعني. انا وزي حضرتك ما بتقول كده ان رصب توجعها على طول يعني. نعم، بتقول دماغه وجعاني على طول لما بتبطل العلاج الضغط. ما هو لا، هو ما بيعملش صداع، هو بيعمل السرعه في ضربات القلب شويه، لكن الصداع ممكن الضغط يكون بيعلى وهي مش عارفه، فلازم هي تقيس الضغط عشان لو احتاجت علاج ضغط اضافي مع ده تاخده تاني معاه. شكرا شكرا على اتصالك. في اسئله ثانيه؟ اتفضل. شكرا على اتصالك يا استاذ مصطفى. نرجع بقى تاني للمرض الاخر، السكر. طيب السكر، يكفي ان اقول لحضرتك ان احنا يعني كنا من 10 سنين بنقول 9% من الشعب عندهم سكر. النسبه دلوقتي بنتكلم في 11 في 13. الاهم بقى ان احنا كل مريض سكر بيتشخص قدامه من 6 ل 10 مرضى مش متشخصين ومصابين بالسكر. فدي برضو نرجع تاني نقول العادات الغذائيه والوعي. الوعي والمتابعة، لازم يكون عندنا ثقافة المتابعة الصحية. المتابعة الصحية بالظبط، كإجراء وقائي، مدخل وقائي. يعني زي ما مش لازم نعيا ويظهر علينا الأعراض عشان نروح على آخر مرحلة. يعني كل واحد بيتشخص في 6 تانيين مش متشخصين وعندهم سكر. أنا عايز أقول لك في كتير من الناس بتيجي بتشتكي من مضاعفات السكر من غير ما يعرف إنه عنده سكر. أنواع السكر، يعني أنواع السكر هم النوعين الأساسيين، اللي هو النوع الأول ده عادة بيبتدي في السن بالاطفال من صغيرين لغايه سن 30 سنه، ده بيسموه النوع المعتمد على الانسولين، وده مش وراثي 100%، يعني نسبه اكتر منه بتبقى التهابات فيروسيه في البنكرياس، ادوار برد، بس مش فيروسات عاديه، بتعمل بتدمر خلايا البنكرياس. ده النوع الاول، وده عاده المريض بيحتاج انسولين طول عمره.
قبل النوع الثاني ناخد اتصال من ريما من طنطا. عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. لو سمحت يا دكتور، انا جالي فرقرة مرتين وعندي سمسمة في المعدة اليوم ال 11 من العلاج، جاتلي كورونا ثاني فاضطريت اوقف علاج الدكتور. تمام. هل كده مظبوط ولا اعمل ايه؟ الجرثومة يعني؟ نعم. بتسألي الجرثومة كده موجودة ولا لا؟ اه الجرثومة بقيت اكل يعني اللي فهمته كده انك خدتي علاج الجرثومه 11 يوم. اه اليوم الاخر بطلته عشان اخد المضادات الحيويه بتاعت الزحمه بتاعت الكورونا. بص حضرتك يعني هو الحل كده مرتين. في خلال قد ايه حضرتك؟ في خلال شهرين. شهرين. انت عندك كام سنه حضرتك؟ 49 بس انا مريضه قلب وارتعاش. مريضه ايه؟ مريضه قلب، عندي ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي. اه تمام تمام. شكرا لاتصالك وتابعينا يا استاذه ريما من خلال الشاشه. او بالنسبه لعلاج الجرثومه، الحل المثالي ان تعمل تحليل براز تاني نشوف الجرثومه موجوده ولا لا. ربما يكون احنا كنا بنقول الوقت المثالي للعلاج هو 14 يوم، يعني 11 يوم بدل ما نعيد الكورس كله 14 يوم نعمل تحليل براز نشوف الجرثومه موجوده ولا لا. حكايتنا اصيبت بالكورونا في خلال شهرين دي برضو وارده وبتحصل كتير، يعني لان موضوع الكورونا يعني مش مازال غير واضح عند مش غير واضح، الكورونا نفسه مش واضح. اه لحد ففي ناس بتصاب فعلا في اقل من شهر، ياخد اقل من شهر كورونا وبيجي له الاعراض كامله واصابات الرئه كامله، وفي ناس بيجي لها مناعه. هو اللي اتكلمنا فيه ان المناعه 3 شهور غالبا، عشان كده حتى اللي بياخد تطعيم بيستنى 3 شهور من بعد الاصابه. هو حاليا بيقولوا 28 يوم ما ياخدش التطعيم الا يعني لو كان. وبالمناسبه ندعو الناس انها تاخد التطعيم، يعني الناس عم تاخد. بالنسبه بقى لريما ما بتقول لنا في خلال الشهر خدته مرتين. يعني حتى مش عايزين الثالثه ثابته. اللي خد كورونا ومعتمد على انه خلاص بقى عنده اقسام مضاده ممكن يتعرض ليها، لان اللي بيحصل طفرات جينيه وبيتحور. بالزبط. فممكن نكون خدنا جيم يعني فيروس متحور من نوع معين، وبعدين هي عندها اقسام مضاده من النوع ده، ولكن خدت اصابه من نوع متحور اخر. فبالتالي التطعيم ندعو الناس كلها انها تاخده، عشان يعني الموضوع ما زال غامض، فالتطعيم هيحمينا ومضاعفات ومشاكل كتير تانية مع الوقت. يعني نرجع بقى للسكر. نرجع للسكر، ولكن برضو يعني المتصلين الحقيقه يعني كتار، فناخد نعمه من اسكندريه. ايوه السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. نعلي صوتنا شويه يا نعمه. لو سمحت يا دكتور، انا سؤالي انا عندي الزيقه الحمراء. تمام تمام. ايوه سامعك اتفضل. وعندي التهاب نترو في الكلى. تمام. عندك كام سنه حضرتك؟ ايه عندك كام سنه؟ 40 سنه. كم؟ 40 سنه. عملت عينه من الكلى؟ عملته وبيطلع على طول اللي هو التحليل الريتش، وده اللي هو البروتين بيطلع عالي والزلال بيطلع عالي. تمام. وباخد كورتيزون 60 جرعات في اليوم. 60 مللي في اليوم؟ تمام. فانا دلوقتي كنت بتحرك كتير وكنت بطلع وبنزل، دلوقتي اقل مجهود بيخليني انهج وما اقدرش اعمل اي حاجه. تمام. انا عايزه اعرف هو انا اقدر استغل على الكورتيزون كده كتير، هم بيقولوا ان مفيش علاج غيره. تمام. انا عايزه اعرف بس حضرتك بالنسبه للزئبقه الحمراء. إيه؟ بالنسبه للزئبقه الحمراء طالما اثرت على الكلى هتسالي على حاجه ثانيه حضرتك؟ طب تابعينا يا استاذه. تابعينا يا استاذه نعمه. تمام. تابعينا اتفضلي. تابعينا من خلال الشاشه وان شاء الله الدكتور هيجاوب على حضرتك. بالنسبه للزئبقه الحمراء هو من الامراض المزمنه، وده بيأثر برضه على جسم كلها من ضمنها الكلى. أول تأثير له على الكلى إن يحصل زلال في البول. إحنا في المرحلة دي أول ما بيظهر زلال لازم نعمل عينة من الكلى عشان نعمل ستيجنج للديزيز، يعني بناخد نعرف إحنا في أنهي مرحلة من الديزيز، لأن هم المراحل حوالي 5 أو 6، فلازم نعرف إحنا في أنهي مرحلة، لأن كل مرحلة ليها علاج معين. بالنسبة لها أول علاج بتاخده عشان الزلال هو الكورتيزون. لا في علاجات تانية كتير، بس كل ستيج معينة ليها بروتوكول بتاع العلاج بتاعها. احنا بندي كورتيزون على الاقل لفتره مثلا من شهرين لست شهور لحين ما الزلال يختفي. هفترض الزلال ما اختفاش بعد ست شهور في البول، بنضطر ندخل ادويه ثانيه، وقد نضطر لعمل عينه ثانيه من الكلى. لكن مش الكورتيزون هو العلاج الوحيد للزئبه، في ادويه ثانيه كتير بس حسب الاستيجنج بتاعت الباثولوجي بتاعت العينه بتاعت الكلى.
وهل يا دكتور يعني حجم الكورتيزون اللي بتاخده مناسب لل هو بيتحسب حسب الوزن بس هو في الاغلب هو 60 ملي في اليوم. بعد كده بعد ما الزلال يختفي بيبتدي اسحب الكورتيزون برضه بالتدريج على مدى شهر مثلا او حاجه. تمام. طب هرجع تاني يا دكتور لنقطه صغيره وخاصه باللي هو الميكروب الحلزوني. الميكروب الحلزوني لو اتساب وما اتعالجش هل له تاثيرات على المعده او على وظائف اخرى من وظائف؟ لا هو بس مزعج. تخيل حضرتك كل يوم عندك حموضه وحرقان وانتفاخ وامساك ومش عارف تهضم الاكل. اه حاجه مزعجه. لكن ملوش اثار على العظمه على الحركه لا على الوظائف؟ لا تاثيره كله على الجهاز الهضمي مش اكتر. على الجهاز الهضمي. طيب ناخد بقى السكر وعلاقته بالكلى في عجاله. في عجاله. فاحنا قلنا السكر ده بعد مرور 10 سنين من اصابه السكر لو السكر مش منتظم لازم بياثر على الكلى وبدايه تاثيره برضه على الكلى يبتدي يظهر الرجلين تورم ويبتدي يظهر زلال في البول. نرجع برضه مشكله الوعي. كتير قوي مرضى تشوفهم في العياده او كده تلاقي السكر 300 يقول لك كويس هو ده كان 400. طب ومين قال لك ان 300 كويس؟ او تلاقيه 300 يقول لك يعني او 200 يقول لك كويس ده كان 300 من شهر وراضي بال 250 و300. لا مفيش حل وسط. يا السكر مظبوط يا مش مظبوط. مفيش حاجه اسمها سكر يعدي 150 160 ويقول لك لا انا كده كويس. السكر مرض الاساسي التاثير الاساسي له على الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه في الجسم كله. كل مكان فيه شعيرات دمويه بياثر عليها، بياثر على العين على القلب على الكلى على الاطراف. يعني بيأثر على الشعيرات الدقيقة ويأثر على المخ. كل مكان فيه شرايين في كل جسم فيه شرايين فكل جسم بيتأثر بيه. وعايز أقول لك بقى إحنا يعني يكفينا إحنا فعلا حصل طفرة ثقافية في البلد حتى هذه اللحظة إن إحنا كنا زمان بنشوف مرضى الغسيل الكلوي يعني كنا بنقول مثلا من التسعينات كان نسبة المرضى اللي عندهم سكر اللي بيغسلوا الكلى كانوا 10% من المرضى. في حين كان في أمريكا مثلا كده يقول لك 50%. مين الصح ومين الغلط؟ لا هم كانوا صح واحنا حاليا وصلنا للرقم ده مش انجاز برضه. يعني احنا صح صح لا ده معناه ان العيانين بتوع السكر ابتدوا يعيشوا فترات اطول لغايه حتى ما السكر اثر على الكلى. كانوا زمان مرضى بتوع السكر في مصر بيموتوا دايما يا من قدم سكري يا باتر كذا مره قبل ما ياثر على الكلى. يعني كان السكر بيبقى ارقام مرتفعه فالمريض بيتوفى قبل ما يعيش فتره طويله ويأثر في الكلى. فحتى اعتبروا دي نسبه جيده ان لما يلاقوا العين اللي بتغسل نسبه كبيره عندها السكر معناها ان العين ده عاش فتره اطول كتير ما ماتش بسرعه يعني من مضاعفات السكر الكبيره ووصل لغايه ان هو الكلى تأثر. يبقى خلاصه حلقتنا النهارده اننا لازم نحافظ على هذا الجهاز العضو المعقد والعضو الهام في جسم الانسان. وصلنا لنهايه حلقتنا. بنشكر الدكتور هاني عطيه استشاري البطنه والكلى ورئيس قسم الكلى بمستشفى شبرا العام. شكرا جزيلا دكتور. زي المشاهدين بنشكركم على حسن المتابعه ونلتقي غدا في حلقه اخرى ان شاء الله من عياده الصحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.